الحماية الاجتماعية بلبنان مشكلة أساسية، لأنه في مشكلة عدالة بهذا البلد. البعض بيعتبر أنه ممكن نروح لمقاربة التارجتينج، يعني استهداف الأكثر فقراً، وهون بتجي برامج مثل برامج اللي عم تشتغل عليها البنك الدولي مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستهداف الأكثر فقراً بلبنان. أقر مجلس النواب مشروع القرض للأسر الأكثر فقراً يلي بيتجاوز عددها 200,000. هيدا المشروع رح يساعد العيال من خلال مبلغ مادي شهري بيقدر يساهم ليأمنوا حاجاتهم اليومية بظل أزمة اقتصادية مش مسبوقة عم تضرب لبنان. وفي استراتيجية وطنية عملت لموضوع الحماية الاجتماعية بلبنان، ولكن لحديث هلا ما عم يتطبق أي شيء منها، وبعدنا عم نروح على مقاربة الاستهداف اللي هي بنظر البعض هي أسهل، ولكن الواقع نشوف كل هذه المساعدات وكل هذه هيدا، ولكن الوضع يسوء أكثر بالبلد لأنه هي غير قادرة على تغيير أو خلق أي فرق بهذا. 80% من اللبنانية فقراء، و 35% منهم في الفقر المدقع، وأكثر من نصف العائلات اللبنانية لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على وجبة واحدة يومياً، والسلة الغذائية ارتفعت قيمتها نحو 500% مقارنة بتشرين الأول 2019. أهمية الـ Universal Approach أو المقاربة الشاملة بموضوع الحماية الاجتماعية إنه الجميع بيكون مغطى، وبالتالي وممكن نعمل أرضيات للحماية الاجتماعية، يعني ممكن نعمل أرضية شاملة بتغطية معينة هي أساسية، ومن بعدها ننتقل لتغطية أخرى. ممكن نبلش بموضوع الصحة، ممكن نبلش ب وهيدا يعني حسب إمكانيات الدولة. إذا الدولة قادرة تغطي كل شيء بتغطي كل شيء، بس عم نحكي عن حالة لبنان، الدولة مش قادرة تغطي كل شيء. ممكن نبلش أرضية عادلة للجميع بموضوع معين بفرع معين، ومن بعدها ننطلق له. في عام 2020 لم يتمكن حوالي 82% من المسنين من زيارة الطبيب، قلة قليلة منهم لديهم تأمين صحي خاص، فحتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد منه أقل من نصف المسنين. جواب على موضوع الحماية الشاملة إنه ما في إمكانيات مالية لتغطية الحماية الاجتماعية بشكل شامل للجميع، ولكن الدراسات بينت إنه نحن عنا إنفاق اجتماعي ليس بقليل بلبنان، وبالتالي في إنفاق ولكن غير مجدي. إعادة النظر بهذا الإنفاق وجعله أكثر جدوى من خلال أرضيات شاملة كل الناس تستفيد منها ممكن، ولا يكلف أكثر الدولة. مهم أن نوضع استراتيجية شاملة، وحتى الاستراتيجية موجودة، مهم تطبق هذه الاستراتيجية الشاملة.